وبأولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي عن مفهوم التغيير يلي هو الحقيقة الوحيدة الثابتة بحياتنا. كل شيء بالحياة بيتغير، ما في شيء بيبقى على حاله، نظرتنا وتفكيرنا بيختلفوا بكل مرحلة من مراحل عمرنا، بنمر بكثير من المواقف والأزمات والمشاكل والظروف يلي بتغيرنا من جوا، بتغير نفسيتنا، بتحدد تصرفاتنا وبتكون نتاج لردود أفعالنا. لهيك غالبا لازم نحن تكون البداية ممكن تكون شوي صعبة على البعض، لكن بالإصرار بالعزيمة بالصبر أكيد نحن قادرين أنه نتغير من خلال خطوات ومراحل رح نتعرف عليها سوا اليوم. يا سلمى، أكيد هايدي التغيير هو سنة الحياة أو سنة الكون، وكل ما قاومنا التغيير كل ما كان هالمقاومة رح تصعب هذا التغيير علينا، سواء كان تغيير إيجابي بحياتنا أو تغيير سلبي. كثير أوقات ممكن موضوع معين، تجربة قاسية، ممكن تجربة ليست قاسية ولكن هي بتغير بحياتنا كلياتها، تخلينا نضطر أنه نحن نكون أشخاص آخرين، إما للإيجابي وإما للسلبي. هذا الشيء نحن اللي بنحدده، نحن اللي بنختار كيف بندير دفة التغيير بحياتنا. رح نتعرف أكثر على طبعا مفهوم التغيير بالحياة، وخصوصا بهذا الوقت اللي ممكن في ناس فائت الصبح لقت نفسها بعالم آخر، كل حساباتها تغيرت. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية النفسية والأسرية عزة كردي. صباح الخير أستاذة عزة. يسعد صباحك. اليوم عم نحكي عن موضوع مهم، بنحس حالنا احيانا انه عالقين بنفس المكان، ان كان بعمل، بدراسه، بعلاقات ايضا. هون احنا ممكن حابين انه نتغير لكن مو قدرانين. خلينا بالبدايه نعرف منك شو هو مفهوم التغير. هلا نحن دائما بنعرف مفهوم التغيير، التغيير هو القانون حقيقه، قانون التغيير هو القانون الثابت مثل ما تفضلتي انت بالمقدمه. اي شيء بالحياه هو قابل للتغيير. قانون التغيير بيعطيكي نظريه انه حتى الاشخاص، البيئه، المكان، العواطف، الافكار، المشاعر، كلها قابله للتغيير. فنحن وقت نتقبل فكره انه هذا قانون قائم بحد ذاته نحن ما فينا نقاومه، وفينا نقول انه لا ما في شيء بيتغير، فنحن هون عم يكون عندنا مرنين، عم نمشي بانسيابيه مع التطورات، مع الاوضاع، لحتى نحن نقدر نتفاعل مع هذا التغيير بشكل إيجابي. أستاذة عزة، خلينا نفسر شوي بالمفهوم بين موضوع التغيير والتغير. بيقولوا لك هذا الشخص متغير، يعني ممكن يكون عم بيمر بأزمة بشيء فطباعه شوي تغيرت عن الناس. أما التغيير اللي هو بنقصد فيه التغيير الكلي للإنسان بكل تصرفاته، يمكن بيغير بيته، بيغير حياته، في ناس تغير مرحلة كاملة، بتغير مهنتها أحيانا. القصص اللي ممكن الإنسان يقول أنا حابب أتغير كليا، كيف؟ نحن بداية لما بنقول إنسان تغير، يعني هو كان بمرحلة ولنفرض وصار بمرحلة أخرى. هاي المرحلة فرضت عليه أنه هو يكون في عنده خلينا نقول مشاعر جديدة، أفكار جديدة، يتبنى معتقدات جديدة، فبالتالي هو نسخة جديدة عن نفسه. لما أنا بدي أقول تغيير، تغيير أوكي هو كمان له شقة من التغير، ولكن التغيير أنا بدي أكون على المستوى العام. يعني أنا مثلا لما أنتقل من بيئة لبيئة، من سكن لسكن، هون أنا غيرت موقف، غيرت مكان على صعيد مؤقت. وقت أنا بدي أقول بدي أتغير، فأنا هون إنساني عم بتغير بشخصيتي، يعني بالمختصر عم صير نسخة جديدة من نفسي. هاي النسخة الجديدة من نفسي هي تغير للشكل الإيجابي أكيد، لأنه نحن وقت بدنا نفهم أنه نحن لازم نتغير. ليش لازم نتغير؟ لأنه أنت من الأسس الهامة أنت بالحياة، من دون أنت ما تشعري لنفسك، أنت كل يوم عم تتغيري، كل يوم أنت بتكوني إنسانة جديدة مختلفة عن الإنسانة اللي كانت مبارح. بتصير معك موقف بالحياة بيخليك تغير نظرتك لبعض الأشياء، فبالتالي هون انت بتتبني معتقد قديم، او لنفرض من سنه من شهر، اليوم الرؤيه تختلف عن الرؤيه الماضيه. صحيح. فاذا انت هون ما بدك تقولي انه انا ليش عم بتغير، او الطرف الاخر متغير هو صاير سيء. لا لا، مو بالضروره انه انا غير مبادئي، قيمي، كرمي، اخلاقي، طيبتي، محبتي للناس، ولكن انا بتغير من شخصيتي، بغير فيها للشيء الايجابي ليتوافق مع البيئه والحدث والمكان والناس والافكار، لحتى انا اكون هذا التطور. هذا بحد ذاته لما انا بدي اقول انا عم بتغير، يعني النية اول شيء، هو تماما هو معناته انا عم بنمو بشخصيتي وعم برتقي بكل جانب وبكل
مثل ما بيقولوا أي شيء بيتعلق بالجسد المشاعري، بالجسد الفكري، كلياته، فانا عم بتطور منه، فاذا هو بزيد ارتقاء لإلي وتطور. تمام. طيب استاذ، اليوم التغيير ممكن يكون نتيجه مرور بعده ازمات. صحيح. او ظروف او مشاكل. صحيح. معينه بنمر فيها بالحياه، ومؤخرا يعني بعد كارثه الزلزال يلي نعم. صارت معنا، فينا نقول انه بعض الناس تغيرت اولوياتهم، تغير تفكيرهم بالحياه، يمكن صار يعني اكبر هم البعض انه يكونوا بخير، يكونوا امنين ببيوتهم. صحيح. هذا الشيء جيد برايك هذا التفكير، او انه ممكن يؤدي للياس احيانا؟ لا، انه الحياه ممكن لسه تستمر. هلأ دائما نحن بنقول نحن كل يوم فقنا الصبح وجينا وشفنا بعض وقعدنا ونزلنا على أعمالنا، نحن كل يوم عنا بداية جديدة. فإذا هذا الشيء اللي كان هو من شهر فرضا، الحدث المفاجئ اللي صار هو حدث، هو إجا ليكون لنا درس نحن نتعلم من خلاله، لو هو في ظاهره هو كثير كثير يعني يسبب أذى نفسي حقيقة يعني على الصعيد العام، ولكن نحن وقت ننظر للموضوع أنه أكيد هو في رحمة من رب العالمين، تحت أي مسمى دائما أي محنة بيكون في من وراء أو من خلفه منحة. فنحن لما منشوف ونتعاطف ونشعر بالرحمة تجاه الآخرين، وأنه هيك صار وندعي لهم بالرحمة، ونتمنى دائما أنه الأشياء والأيام والأحداث القادمة تكون أجمل. ولكن نحن تفاعلنا مع الظرف اللي كان موجود، ولكن ما بصير انه نحن نضل فترات طويله. اي حاله يأس نحن عم نعيشها هي بالتالي لا تتوافق مع قانون التغيير اللي تفضلتي فيه. قانون التغيير هو قانون كوني، نحن بس اخلينا بالقوانين، فاذا نحن حياتنا حتمشي غلط. فانا اليوم ليش لحتى يأس؟ يعني نحن اليوم الفكره اللي تفضلتي فيها انه الناس قالت عن حالها انه تغيرت معتقداتها، هو هذا شيء كثير منيح، هو الاساس هيك لازم يكون. يعني الاساس هذا الشيء مو بايدهم بالضبط، هو الاساس انه انا ما لازم اكون عاطي اهميه اكبر لاشياء انا بعرفها هي حتزول وهي مؤقته. فنحن اليوم كل ما بنركز على الشغلات المنيحه، بمعنى اخر يعني بنعيش كل يوم بيومه، يعني نحن بنكون سعيدين باللحظه اللي نحن موجودين فيها الان، بغض النظر عن الاشياء الماضيه او بغض النظر عن الاشياء المستقبليه المجهوله. فنحن بنستمتع بكل لحظه نحن موجودين فيها ونمتن عليها، فبالتالي هون نحن بنقدر ما نطلع من حاله الياس، وبنفس الوقت يكون في عنا تقبل للاحداث والمتغيرات. استاذه عزاء، اوقات كثير مثل ما قلتي الناس بتخاف من تغيير الواقع اللي بيصير. نحن يعني في عنا نوعين يمكن من التغيير بحياتنا، تغيير نحن اللي هو بيئتنا الخاصه فينا وشو بيصير معنا ضمن الحياه، وفي التغيير المحيط. نعم. البيئه المحيطه اللي عم بيصير. نعم. احداث احيانا بتصير حوالينا، فنحن جزء من هذا. أكيد. الواقع اللي عم بنعيشه. كيف انا بقدر سيطر بين التغيير اللي انا عم مر فيه بحياتي والتغيير اللي عم بيصير ايضا بالواقع، اتاقلم بين الاثنين؟ هلا انت بحد ذاته هو انت لما بتطلعي من مرحله لمرحله انت عم تتغيري اوريدي، انت وقت عم تتغيري عم يصير عندك ارتقاء بالوعي. كل ما كان الانسان عم يطلع من مرحله لمرحله ايجابيه طبعا بوعي، كل ما كان عم يرتفع هذا الوعي عنده، كل ما كان عم يزيد ارتقاء. فبالتالي هون بتصير هو نظرته للأشياء، بتصير نظرته للأمور المحيطة في نظرة مختلفة. فهو ما بيطلع بنظرة تشاؤمية، خلينا نقول بيتقبل التغيير لأنه هو جزء من التغيير. دائما نحن البيئة والأشياء المحيطة فينا والمجتمع، نحن فرد من هذا المجتمع، فأوريدي لما نحن حنتغير للأفضل فبالتالي حينعكس تغييرنا على المجتمع. دائما دائرة التأثير بتبدأ من الفرد، بتكبر بتتوسع من الفرد للعائلة الصغيرة للعائلة الكبيرة للمحيط الأكبر. فإذا نحن حنكون محور أساسي من التغيير، فكل ما كان كل حدا فينا فرد بالمجتمع مسؤول وعنده خلينا نقول وعي لهذا الموضوع، فبالتالي التغيير رح يكون إيجابي. يعني هو حيأثر بدائرة التغيير الموجودة بالمجتمع للأفضل أكيد. تمام. يعني إلى جانب التغيير كمان عندنا مفهوم البداية من جديد. نعم. إن كانت بعمل أو حتى بسفر أو ممكن بتعلم لغة جديدة، نحن كيف بنقدر اليوم نرجع نبدأ من جديد، وخصوصا إذا كان الشخص عنده مر بحالة نفسية معينة؟ أكيد. كان في عنده حزن توتر، كيف ممكن نتعامل مع هدول الأشخاص؟ هلا أول شيء نحن وقت بنقول بداية جديدة، فإذا نحن مثل ما قلنا كل دقيقة هي نحن عايشين فيها، فهي بداية بالنسبة لنا. أول ما بتكون عندنا البداية الجديدة نحن بدنا نكون عندنا إيمان إنه هاي البداية الجديدة هي شيء حلو ونحن لازم نستغله. لما بيكون أنا عندي حزن، لما بيكون عندي مشاعر،
انا بدي امن انه انا عندي مشاعر، يعني انا بدي اعرف انه عندي مشاعر، فبالتالي بدي اشتغل عليها لحتى انا اطلع من مرحله الكبتي اللي انا كنت فيه، اتفاعل وحرر هالمشاعر السلبيه لحتى اقدر ابدا من جديد. البدايه الجديده هي مو معناتها انه انا يعني مو معناتها انه انا ما راح اكون انساني مثلا متعلقه بالماضي، يعني انه بالتفكير اوكي في ماضي كان في احداث مؤلمه، ولكن نحن بناخذ الخبره من هاي الاحداث وما بنتركها تتاثر او تاثر فينا للنظره المستقبليه. لما انا بدي اعرف هذا الشيء بدي امن باهدافي بالحياه، بدي اعرف اني انا كل يوم عندي بدايه جديده، فاذا انا عندي هدف، عندي رساله. صحيح. ما بصير اني اقعد اتحسر على الماضي، وبنفس الوقت ما بصير اني اقعد حط مخاوف مستقبليه، يعني مثل اللي صار مثلا يوم الفلاني حيصير كذا، يوم الفلاني يعني الناس صارت عندها مخاوف مجهوله، هي مجرد مخاوف، هي وهم. فنحن لما بنعرف انه اي خوف يتعلق بالقادم بالمجهول هو خوف مجرد فكره وهميه، لازم نقدر نحن نسيطر عليها ونركز على وقتنا اليوم، يعني نعيش كل يوم بيومه. هذا الشيء هو بيساعدنا على انه نحن نتقبل الظروف ويكون كل يوم وكل دقيقه هي بدايه جديده لنا. هذا هو بالمختصر. يعني اكيد استاذه عزه، مو دائما بيكون التغيير سلبي، او يعني في ناس بتخاف تقول انه ممكن انا اذا تغيرت ما يصير شيء اللي انا بدي اياه، وفي ناس بالعكس بتحاول يعني تدفش الشخص على التغيير، لازم تتغير، لازم تبطل حباب، لازم تبطل تصدق كل شيء بينقال لك، لازم تبطل، لازم تدافع عن نفسك، لازم لازم. هل هذا الشيء ايجابي؟ يعني انا احيانا لما بدفع الشخص ليقوم بشيء تغيير بيكون ايجابي هذا الشيء اذا انا شايفه انه هو تصرفاته عم بتضر فيه احيانا؟ تمام. اول شغله نحن بدنا نعرف انه انت وانا وحضرتك كلياتنا بالحياه عندنا تجربه حنعيشها بهاي الحياه. هاي التجربه تتضمن اختبارات، كل انسان فينا عنده قصه عم يعيشها. انا لما اليوم بدي اجي انذر لك واتوجه لك باللوم والنصيحه انه انت لازم تتغيري، فاذا انا دخلت بقصتك، وهي قصتك شغله فرديه بتخصك لك. انا ما مريت بتجربتك، ما مريت بمراحلك، بمشاعرك، بافكارك، بتصرفاتك، بكل شغله كانت عم تاثر فيكي هي بتخصك. فانا ما بصير اجي لعندك ولومك، بصير اقول لك انه انت لازم بتكوني هيك. اذا انت طلبتي نصيحه مني، انا ما عم بقول انه بالحالات العاديه لما بيكون في استشارات وانت بتتوجهي لاستشاري مثلا ليساعدك، انا عم بحكي كاصدقاء، كمحيط اصدقاء، كبيئه. دائما الانسان يركز على نفسه، لانه انا لما بدي احط حالي مكانك ممكن افهم انت شو عم شو التجربه اللي مريتي فيها. فانا ما فيني لومك على طيبتك، ما فيني لومك على اخلاقك العاليه، ما فيني لومك فرضا على موقف صار معاكي لانه اوريدي كان حيصير. فنحن برمجه جلد الذات الدائمه المتكرره انه انا لو كنت عملت هيك كان صار هيك، لا ما هو السيناريو حيصير. فانت لا تلومي حالك، لانه هلا كنا عم نحكي على تطور الوعي اللي بيصير بين كل فتره وفتره. فانا لما بدي وجه نصيحه لانسان اقول له انك انت تغير، هو اوريدي بيكون طلب النصيحه مني، بس ما رح يتاثر كثير بكلامي لانه هو حيمر بتجربه واوريدي اوتوماتيكيا حيتغير. وعلى فكره التغيير مو دائما هو بيشمل كل الاشخاص، يعني دائما الانسان اللي بيامن انه هو عنده هدف بالحياه وبحس انه هو لازم يكون عنده هذا التغيير يلي بشخصيته، يلي بيسعى لانه هو يتغير عن طريق الوعي، عن طريق الكتب، عن طريق القراءة، عن طريق التجارب، هي كلها بتثقل من شخصيته لحتى هو إدراكياً بيوصل لمرحلة من التغيير ممكن أنه يلاحظها. بس أكيد هون هاي المرحلة حتكون مرحلة انتقالية، حيكون التغيير فيها إيجابي، ولا يمكن التغيير وارتفاع الوعي يؤدي لنتيجة خاطئة، بالعكس تماماً. هو الوعي، هو تغيير بالوعي، هو نتيجة إيجابية حتمية أنت حتتأثري فيه وتأثري على الناس. صحيح. اما الشخص الاخر اللي جاي لعندك يقول لك انه انا مثلا حابب انه اسالك انه انا شو فيني غير من حالي، ممكن انت توجهي له نصيحه، بس ولكن هو ما راح يكون سحر، يعني ما نعصى سحريه اليوم راح يفيق بكره راح يتغير، حيمر بمراحل حيوصل لحاله شخصيته حتتطور ويتغير لحاله. تمام. طيب خلينا نحكي عن موضوع عن تاثير وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على نظرتنا للحياه، على افكارنا ومعتقداتنا. يعني اليوم صار تواصل سهل، بتلاقي الناس بتعيد حالها مع بعض على الفيسبوك، بتلاقيهم ما بيروحوا لعند بعض، بيسلموا على بعض. قبل كان غير هيك.
تمام. شو السبب؟ ممكن نقول انه هذا التغيير سلبي، لكن بنفس الوقت ممكن يكون في تغيير ايجابي، انه الواحد يستفاد ويتلقى معلومات اكثر من خلال المواقع. اكيد مواقع التواصل الاجتماعي هي بتعطيكي انت الناحيه الايجابيه يلي انت بوعيك بتستقبليها. انت حسب ما انت بدك تاخذي، اوكي انت لما فاتحه موبايلك ممكن انه يمرق معك صفحه مثلا او على انستغرام او شيء، اي موقف او اي قصدي موقع، بس قديش لها تاثير كبير اليوم بالموضوع. اوكي هي لها تاثير كثير كبير لما انت بتعطيها هذا هي القيمه. انا لما اليوم بدي تابع اشياء هي ما انا من اهتماماتي، فاوريدي انا عم بعطي من وقتي من افكاري من مشاعري، عم بتفاعل حتى لو كانت هي صوره عن طريق الموبايل، فانا عم بتفاعل مع الحدث اللي عم بيطلع لي، فانا بغنى عن هذا الشيء. فالموضوع كثير بده انتقاء. الانتقاء بالحياة هو فن، حتى على مواقع السوشيال ميديا لما انت بتنتقي الصفحات وبتنتقي الاشخاص اللي انت حتتابعيهم، فانت هون عم تاخذي منهم، عم تتاثري فيهم، هن كمان عم يقدموا لك معلومه. فاليوم السوشيال ميديا في كثير مواقع للتخويف، في كثير مواقع للخداع البصري، في كثير مواقع لحتى هي تفرجيكي جوانب مظاهر براقه. احيانا لناس كثير بنسمع انه في اشخاص بيعيشوا حياه اخرى على السوشيال ميديا وعملوا فيديوهات ترويجيه ليشرحوا للناس انه كل شيء بتشوفه على الانترنت هو حقيقي. صحيح. في ناس بتدفع مصاري لتعمل هي الصوره لانه بالنهايه من وراها رح تاخذ ايضا ربح. قبل ما نختم اليوم نصيحه تحبي تنصحيها لكل حدا عم بتابعنا وعم نحكي فيه عن التغيير؟ مو دائما التغيير بيكون سلبي، مو دائما لازم نقاوم التغيير. أكيد. خلينا نكون قادرين نتقبله لحتى نقدر نتأقلم مع المراحل اللي جاية. يمكن أكيد التغيير، نحن كل يوم نحن عنا بداية جديدة، دائما بحب أقول وأنصح يعني هيك كلام من القلب الحقيقة. كلياتنا نحن عم نمر بنفس الظروف وكلياتنا عنا نفس الحالة، فنحن كل ما كنا عنا هاي القابلية والمرونة لنوصل لمراحل عالية من الارتقاء. التغيير هو ارتقاء، هو نمو. ما نخاف من التغيير ولكن نآمن فيه، ودائما يكون عندنا كل يوم هي بداية جديدة وولادة جديدة. تمام. طيب خلينا نحكي أكثر عن الأشخاص الموجودين بحياتنا المحيطين فينا، إن كانوا أهل إن كانوا أصدقاء إن كانوا زملاء أي شيء. اليوم في أشخاص بيكونوا إيجابيين بينشروا التفاؤل بحياتنا، بيساعدونا نتخطى أي مشكلة. بنفس الوقت عندنا الأشخاص السلبيين وتأثيرهم. ممكن تقولي إنه أنا بدي أعمل تغيير بحياتي، يقولوا لك لا إنه أنت هون لا إنه ما بيصير تعملي. تمام. ما رح يفيدك. كيف ممكن نتعامل مع هدول الفئة من الأشخاص؟ هلأ شوفي، دائما الأشخاص المقربين قريبين جدا، أكيد نحن بدنا نحترم أنه حيكون في اختلاف بالأجيال. يعني اليوم لما بتكون بنت صبية مثلا عايشة بعائلة، أكيد الجيل الماضي يختلف عن الجيل القادم. ولكن نحن دائما بنقول أنه تتبع هذا الشيء لأنتي وذكائك بالتعامل، في عندك ذكاء اجتماعي. لما أنتي مؤمنة بفكرة، فكرة تغييرية حتفيدك أنتي كصبية كشخصية، واهلك او والدتك او اي حدا من الاقرباء ما معتقد فيها ويرفضها تماما، لانه نحن لسه في عنا يعني تشبث ببعض البرمجيات القديمه اللي هي ما بتخدمنا هلا من قبل بعض الاهالي اللي هن بيعتبروها انه هي مثل ما بيقولوا قاموس. ولكن نحن بهاي الفتره بيكون في عندك انت ذكاء، انت بتحاولي انه انت تفهمي المقربين لإلك انه انت هذا قرارك وهذا اختيارك. مره ما بتقبلوا، مره ثانيه حيتقبلوا. بالنسبه للمحيط الغريب البعيد، المحيط القريب هو اوريدي ما لازم يكون في عنده علاقه لانه يفرض عليك قرار او شخصيه او اي شيء بالحياه، انت مسؤولة عن قرارك. اليوم بدنا نتعود ونتعلم انه نحن نكون عندنا كلمه ونبتدئ فيها وننهي فيها، وبالنهايه انت مسؤولة عن اي قرار بتاخذيه. ما رح تكوني انت تيجي تلوميهم. يعني انت اليوم بدك تاخذي قرار في عندك عناصر سلبيه عم بيقولوا لك لا 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 انا مسؤولة عن قراري اذا سمحت بكل هدوء، فانت حتخوضي التجربه وتجربتك اللي حتخوضي فيها حتنتقل شخصيتك وحتتعلمي. بالنهايه بالحياه يعني كل شيء لمصلحه الانسان. اكيد. خلينا طيب نحكي عن خطوات اللي ممكن يتبع الشخص لحتى عن جد فعلا يتغير، بس ما يحس انه التغير كلي، انه كل حياته تغيرت. خطوات بسيطه رح تخليه يحس انه قدر يتخطى. الخطوات البسيطه، بدك انت تتغير، بدك تحدد هدفك. اذا كنت انت بدك تتغير على صعيد العمل، فاوريدي لازم تنمي مهاراتك. دائما نحن لما بنقول تغيير على صعيد العمل، تغيير على صعيد الحاله مثلا، انتقال من مكان لمكان، بدك انت تنمي مهاراتك لهذا الموضوع، بدك تشتغل عليه. امر اخر بالنسبه للتطور والتغيير في العلاقات، انا اليوم ولنفرض شفت نفسي انه انا
حاسه حالي مثلا انه عندي هاي الصفه ما انا جيده بشخصيتي، فانا اوكي حالجا لاستشاري. هون الاستشاري كثير مهم لحتى نحن نتوجه له، ليساعدنا لنقدر نحن نتبنى عاده جديده بحياتنا. وامر اكيد كمان التغيير ما بصير بين يوم وليله، اقل عاده جديده لازم تضل 21 يوم أكيد. واكثر لحتى هي تصير جزء من شخصيتنا. اكيد. وبالنهايه التغيير هو كل يوم في تغيير جديد، مثل ما قلت لكم هو الشيء بيرتبط كثير بالوعي. اكيد. الاستشاريه النفسيه والاسريه عزه كردي، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم، ان شاء الله الكل بيكون استفاد منها. شكرا كثير. شكرا كثير لك استاذه عزه. شكرا لكم.